بدأت التصفيات الأولية للمتقدمين للمشاركة في الدورة العاشرة لبرنامج منشد الشارقة، وذلك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث تنافست عدة أصوات لتحقيق رؤية البرنامج للتكريس لفن الإنشاد الهادف. حط فريق الإعداد لبرنامج منشد الشارقة رحاله في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في إطار التصفيات الأولية للمتقدمين للمشاركة في البرنامج بنسخته العاشرة من أبناء المملكة والمقيمين، وذلك ضمن جهود البرنامج لاختيار متسابقين من الدول العربية والإسلامية وترشيحهم للمشاركة في الدورة الجديدة للبرنامج بالشارقة. الحمد لله البرنامج يجد حضور كبير من أنحاء المملكة، من مكة المكرمة والمدينة، وكذلك مشاركات كثيرة من الرياض ومن جدة كذلك. الحمد لله البرنامج لقى نجاح كبير، وذلك بسبب متابعة مباشرة من سمو حاكم الشارقة للبرنامج بشكل خاص. يهدف البرنامج إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة في تطوير مجال الفن الهادف وفن الإنشاد باعتباره أحد أبرز الفنون العربية والإسلامية، كما يعد البرنامج وسيلة للاعتناء بالمواهب المتميزة وصاحبة الإمكانات الصوتية المبدعة في هذا المجال. كنتم في إن نمت كنتم في منامي معي في يقظة قد كنت فيكم. وشارك في تحكيم البرنامج هذا العام منشدون فائزون في الدورات السابقة من البرنامج بعد تأهيلهم وتدريبهم ليختاروا عبر معايير محددة أجمل الأصوات المختارة استعدادا للتنافس الكبير في إمارة الشارقة. طبعا هذا وسام شرف لي من قناة الشارقة، أنه في كل عام يعني يكون لنا بصمة في منشد الشارقة. إما المرة الأولى شاركنا فيها كمشاركين أو منشدين، السنة الثانية شاركنا فيها كمقدمين للبرنامج، تمام. السنة الثالثة كنا أعضاء لجنة التحكيم، رحنا الكويت وتونس واليمن، كنا أعضاء يعني لجنة التحكيم، وكل سنة كانت الشارقة حقيقي ما تنسى يعني أبنائها، وإحنا بالفعل إحنا أبناء هذه الإمارة، إمارة الشارقة اللي يعني أنولد طريق الإنشاد عندنا من هذيك الأرض المباركة. يصل البرنامج هذا العام إلى عامه العاشر بعد تخريج عشرات من المنشدين الذين كانت لهم مكانة متميزة في هذا المجال، كما يحظى البرنامج بمتابعة وإقبال كبير من المشاهدين على مستوى الدول العربية والغربية. لقناة الشارقة، إسماعيل نوفل، جدة.